نشرح اوكي هيك الصوت واضح نعم الصوت واضح اوكي هنمشي على نفس النسق اليوم باذن الله تعالى بنكمل اللي بدينا فيه بالامس بحاول انه انهي على الستة ونص أو قبل بشوية علشان يكون في مجال لأخذ تساؤلاتكم لأنه كان اللي فهمته من امبارح انه كان في مجموعه من, من الاسئله ما ضغطتش فقدر الامكان بحاول انه انهي او اعطي جزئيه للاسئله مقتطعه من من الوقت نحن مشكلتنا مع هاي الدوره تحديدا انه في وراها دوره على السبعه سبعه, سبعة بالضبط تبدا فبالتالي ما فيش مجال مفتوح اللي نقدر احنا نقعد فيه مع بعض نحكي اكثر فهذا اللي قيدنا اجمالا امبارح كنا نحكي في اهداف الجوده الشامله وشفنا الفكره منها باحراز تقليل تكاليف او الهدر في الوقت والجهد وتحسين الاداء وبدينا نحكي في الفوائد الممكن انه نتوقعها من تطبيق اداره الجوده الشامله حكينا عن بيئه داعمه في التطوير اشراك العاملين متابعه تطوير ادوات القياس لاداء العمليات تقليل المهمات والنشاطات اللازمه لتحويل المدخل الى مخرج او خدمات القيمه القيمه للعملاء اللي ما في الها يعني الهدر اللي ما في اله داعي انه منزيله فبتصير عمليه السموث البروسيس ابروتش بتاعي بيمشي ازدياد الثقافه اللي بترتكز بقوه على العملاء في عند العاملين بالمنشاه نوعية المخرجات بتتحسن كفاءة التعاون بين الإدارات بتمطل نشوف مشكلة الإدارات المتنافسة وأيها يثبت أنه الخطأ مش منها وأنهم هم اللي صح وتحسين الربحية هنا إحنا توقفنا وأعطينا مجال الأسئلة الآن بنكمل ما تبقى من الفوائد بعدين بندخل على بقية الأجزاء اليوم نحاول نغطي إلى حد ما جزء من المبادئ اللي بتمشي أو المعايير اللي بتستند عليها إدارة الجودة الشاملة بنكمل بكره المبادئ وبعدين بنبدأ بناخذ مثال عن آلية التطبيق أو أو بالأحرى بنبدأ نأخذ أسس التطبيق بعدين ناخذ مثال للتطبيق فبنكون تقريبا الجزء الاخير بيكون في عنا زي براكتس انه هذا اللي اخذناه كيف نطبقه على ارض الواقع نكمل الاهداف من الاهداف المنجزه بتحقيق نظم اداره الجوده الشامله انه الاداره والعاملين بيبدوا يتعلموا كيف يحددوا ويرتبوا ويحللوا مشاكلهم وتجزئتها الى خلينا نقول أولويات أو مشي... مشكلات أصغر علشان أو بفصفصوا المشاكل وبرتبوها وبيعيدوا تحليل وترتيب الأولويات بتاعتها بيعتمد على تحليلها إيش الأهمية وإيش التأثير على المنشأة وعلى أدائها وبحطوا بعين الاعتبار عند تحليل المشاكل اللي هي التاثير على الكاستمر satisfaction يعني في كل مره بدها تواجه مشاكل لازم ينحط نصب العين اللي هو الكاستمر satisfaction آه وتقليل الـ الهدر وتحسين المنتج هدول الثلاثه كرايتيريا اللي بدي اخذهم في عين الاعتبار عندما ابدا احدد الاولويات في حل المشكلات اللي عندي تتعلم الإدارة والعاملين كيف اتخاذ القرارات الخاصة المسنودة على الحقائق مش على المشاعر أو على ثقافة أنه أنا المدير وأنا بدي هيك واحدة من المشكلات اللي أنا واجهتني في أثناء العمل وكانت في لب وفي صلب هذا القانون الموضوع أنه في إنشاء أحد الأنظمة في إحدى المؤسسات الحكومية أه واجهتنا مشكلة فأنا عم بحاول أشتغل سيستماتيك وبدي أحاول أبرر وأنظم أولوياتي لحلها زي ما أنظمة الجودة بدي تتكلم فاللي واجهنا إنه مدير بيقول هيك طب هيك ليش خلص هيك وقالها باللفظة هيك طب أوكي ماشي أنا بدي أكتب التبرير what to write on as a justification هيك وفعلا أنا كتبت إنه قال المدير أو التبرير عندي هيك هيك رأ... هيك هذا جوابه اوكي فاحنا ما منا مشاعر ما بدها التعنت بالراي لمجرد انه هو اداره اوكي يجب ان يكون هناك حقيقه يستند الى الى رايها ممكن هذه الحقيقه او هذا البرهان يكون شيء علمي مكتوب او مفند سابقا ممكن تكون دراسه احصائيه يثبت فيها انه اذا احنا مشينا في اتخاذ هذا القرار بهذا الاتجاه احصائيا ما بزبط اوكي قد تكون دراسه مسبقه ممكن انه نستند على عمل دراسه احصائيه سريعه علشان نشوف مدى فعاليه هذا القرار ممكن كمان نستند على قصص نجاح وقصص الفشل للشركات السابقه او للتجارب السابقه هدول كليتهم ممكن يوزنوا أو يتاخد وزنهم as a base علشان نبني فيه القرارات اللازمة فهذا كله نستفيد منه في حين تطبيق الإدارات الجودة الشاملة الموظفين برضو عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة وهذا واحد من المعايير اللي بدها تستند عليها إدارة الجودة الشاملة ووحدة من الشغلات اللي أنا بدي أحطها as a عند التطبيق متطلب تطبيقي يعني إذا أنا بدأ أطبق كيف بدأ أطبق مع سيستم بوجود عاملين وهم مش فاهمين وبالتالي واحدة من الأسس اللي أنا بستفيد منها أو الفوائد اللي ممكن أخذها من تطبيق إدارة الجودة الشاملة اللي هي تطويق, تدريب العاملين والموظفين على أسلوب تطوير العمليات وكيف بنعمل الديزاين and development وكيف الآليات اللي تستخدم آه لإنجاز هذه العملية أو إنجاحها الديزاين آه والديفلوبمنت مش دائما بيكون لبرودكت ممكن يكون لعملية بحد ذاتها أو تحسينها أو تزيادة كفائتها أو تقليل الهدر منها وهكذا ممكن كمان من الفوائد اللي ناخدها من إدارة الجودة الشاملة حين تطبيقها اللي هي تقليل المهام عديمه الفائده وزياده القدره على جذب العملاء والاقلال من الشكاوي وهذا الكور الاساسي المعيار الاساسي اللي بتستند عليه المواصفه او المتطلبات الاداره الجوده الشامله هي الاقلال من الشكاوي آه لكسب رضا العاملين او خلينا نقول كسب satisfaction او الكاستمر فوكس واحده من الامور اللي بتخلي في عندي اثبات على انه عندي تركيز على العميل او الزبون اللي هي انه الشكاوي بتاعتي عم بتقل اوكي آه بدي تنتبهوا مش دائما زياده المبيعات تعني انه الزبون راضي بليز هاي ناخذها بعين الاعتبار مش دائما هذا لما الاقي انا المبيعات بتاعتي في ازدياد معناته انا الزباين تاعوني راضيين في عندي كثير من العوامل ممكن انا المنتج الوحيد اللي موجود بهذا السوق وما فيش غيره مجرد ما ينزل لي منافس الكل راح يهرب من عندي اذا بتفتكروا تاريخ الموبايلز اول ما بدات بدات فاصلينج اللي هي حاليا زين فاصلين كانت متحكمة بالعباد فيما يخص التعرفة والوقت وإجراءات كتير لما إنت بدك تروح تشتري البطاقة أو تعمل كونتراكت علشان يكون عندك السيلولر فون على شبكة الفاستلينج. بمجرد ما نزلت أورنج صار هلا طبعاً أولاً السعر نزل، ثانياً صارت في عندنا عروض ما كانتش واردة أبداً لما كانت فاستلينج لحالها ما ماخذ السوق. أوكي؟ كانت هيك متعرشه على عرش الشركات اللي بتعطي خدمه السيلولر فون الهواتف النقاله او الموبايل ف لا يعني دائما المبيعات انه انت زبونك راضي لازم يكون ان بارالل في انه ما في شكاوي لازم تقيس مدى الرضا لازم تقيس مدى رغبتهم في التطوير او التحسين او التعديل فهدول من الأمور الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تحسين الثقة والأداء للعمل وأداء العمل للعاملين وزيادة نسبة تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة أو الأهداف طويلة المدى كثير من الشركات تضع أهدافا وبعدين بنتفاجئ مع نهاية السنة بكلمة بكلمتين إعادة جدولة إعادة جدولة إعادة جدولة ليه؟ ما كانش في مجال لتحقيق هذه الاهداف لما نيجي ندرس ليه ما كانش تحقيق الاهداف لها تراكه ليش لم يتم تحقيقها بيكون اما ما فيش الوكيشن للميزانيات ما فيش فلوس طيب لما وضع الهدف مو كان مفروض انه كل الريسورسز تم دراسه قديش ممكن انه يخصص لتحقيق هذا الهدف من موارد ومن آآ وقت ومن آآ آآ خلينا نقول الجزيئات البسيطة زي مثلا توفير خطوط إنتاج توفير آآ مواد آآ الأولية وإلى آخره فهلأ هذه فكرة إعادة الجدولات أوكي عند تحقيق نظم إدارة الجودة الشاملة بتصير أقل بصير عندي تحقيق للهدف ومش إعادة جدولته طيب الآن نفوت على تقنيات إدارة الجودة الشاملة الخمس في كتب كتبت السبعة وفي الستة وفي ما عدتهمش حكت إنه هدول من التقنيات يعني بنقدر إنه نقول هدول الخمسة هم أهم تقنيات ممكن استخدامها أوكي للتحسين إذا قلنا إنه التقنية معناتها سبل استخدام الأداة فمنعرف نعرف أول إشي إيش الأدوات وبعدين نشوف كيف إحنا منا أه نشوف شو التقنية اللي أنا بدي أستخدمها علشان أحسن استخدام هاي الأداة هنا معطينا مثال إذا أنا اعتبرت ضعف العامل في دورة معينة هي أداة فإذا إجا المدير وفوض سلطاته لفرق العمل إنهم يشتغلوا كفاءة يشتغلوا هم أو يستخدموا التخطيط البياني أو باريتو علشان يحسنوا أو يشوفوا وين في عندي مشكلة ثم أحسنها فهذه تعتبر تقنية فخلينا نشوف هلا المستخدمة من الخمسة أول تقنية اللي هي تفويض السلطة تفويض السلطة اللي هي منح أو نقل مجموعة من السلطات والمسؤوليات من صاحب هذه المسؤولية أو السلطة إلى العامل بصورة متو متساوية يعني إذا أنا فوضتك سلطة ما في مسؤولية محددة أصبحت زي كأني أنا بالتفويض بنسب متسا متساوية، ولا يعني التفويض إني أفوضك بكل مهامي أو كل مسؤولياتي، أوكي؟ التفويض كان بنسبة متساوية لمسؤوليات محددة ومعرفة. حتى يتم إنجاز العمل بطريقة جيدة وحتى أقدر أعرف كيف أعمل عملية المحاسبة. دائما بنقول في نظم الجوده all is responsible الكل له مسؤوليه والكل مسؤول عن الجوده ولكن الاكاونتابيليتي اتس نوت فور اول الاكاونتابيليتي فور وان هذا الون اللي كانت عليه اوكي مسؤوليه التنفيذ واللي تفوضت له هذه المسؤوليه بالعمل فالاكاونتابيليتي او المحاسبيه او المحاسبه عليه بتصير واضحه وبقدر احدد وين انا بدي اصور. ثاني تقنيه ممكن انها تستخدم اللي هي تقنيه الابتكار، والابتكار مربوطه بالابداع والتفرد، والابداع يعني الاتيان بالشيء من الع... من العدم، فلما نقول احنا الله ابدع السماوات والارض هو خلقها من العدم، فمن هون كلمه ابداع بتيجي لغه اللي هي ايجاد الشيء من عدمه. وهو كيفيه وضع افكار متميزه يتطلبها الواقع وبتحل مشكله فعليه يمكن من اكثر الامور المبتكره اللي صارت معنا في الفتره الماضيه في خلال السنه الماضيه اللي هي الاونلاين يعني زي مثلا عمرك تخيلت انه بده يكون في انت صالون اونلاين عشان يعمل لك حلاقه او الشعر شعر او الى اخره هلا مع ظروف الاجتياح اللي صارت من كورونا والحجر وظروف الزم البيت والى اخره طلعت فكره مبتكره اللي هي الحلاقه اونلاين بيجيك او اون كول انت اطلبني اوكي مجرد ما انت تطلبني انا باجيك وبالتالي صار كانه هو متنقل اوكي بدل ما انت تطلع على الصالون وهذا حيكون ممنوع اوكي هو اجاك الدرج المتحرك واحدة من أهم الأشياء المبتكرة اللي صارت دائما الفكرة النمطية إنه أنقل X إلى Y أوكي الدرج المتحرك في مكانه وإنت بتوقف في مكانك ولا حينقلك أوكي هذه واحدة من كانت من الابتكارات السابقة اللي أنشئت كان الهدف منها حل مشكلة وبالتالي عندما تبتكر لازم تطلع لمنظورين هل يحتاج الواقع هذه هذا الامر للابتكار وشوفوا انتم ابتكار التقانات والذكاء الاصطناعي الفتره الماضيه قد كان في حاجه لإلها في الفتره او في الازمه اللي احنا مرينا فيها في الفتره الماضيه المنظور الاخر هل يحل لي مشكله فعليه ولا لا هلا كل ما كان الشيء المبتكر ادى الى حل مشكله كل ما كانت أهميته تيجي أكثر. الفكرة الابتكار والإبداع يعني إقرار طرق ومناهج جديدة وتنحية المناهج السابقة القديمة والقائمة النمطية القادمة طبعا هذه الأفكار ممكن إنها تتلاقى يتم معارضتها أو صدها ونتذكر هون أمراض ديمينغز السبعة لما قال اعتماد الإدارة على المعلومات البسيطة السهلة الواضحة القريبة والمتعارف عليها وبالتالي وعدم النظر إلى العمق أوكي؟ فبتلاقي دائما أنه هذا رفضك لعملية الابتكار لأنه أنت متعود أو أنت طول عمرك ماشي على هذا النسق ما عندي استعداد أغير أنا بخاف أفوت في الريسك أنه ممكن أفشل هلا هذه وضع طبيعي انه الافكار الجديده انها تواجه بالصد وبالمقاومه فهون بيجي اليه كيف تستطيع من ضمن اداره الجوده الشامله تحقيق هذه الافكار المبدعه اوكي بدك تحط الحقائق والبراهين بدك انك تقدمها ضمن دراسه علميه للمخرجات المتوقعه بده يكون في عندك حاليا مثلا في عندنا نماذج الذكاء الصناعي ممكن الاستناد إلها علشان تعطيك تصور تنبؤي لما قد يحدث. طبعا في في كل الحالات سواء تم الموافقه او الرفض لهذه الفكره الجديده يجب ان يكون هنا احترام لافكار الاخرين، يجب ان يكون هنا استماع لراي الاخر، اعطاء الفرصه لابداء افكار جديده ومناقشتها ومتى لازم اخذ الصالح منها. هلا العمليه هذه اذا اجريت بهذا الشكل فانت بتثبت اولا مبدا القياده لدى الاداره وبتثبت مدى مشاركه العاملين في تطوير العمليه العمليه الانتاجيه او تقديم الخدمه ضمن اداره الجوده الشامله. طبعا هذا الكلام اذا تواجه بالعكس يعني اذا انا ما احترمت الراي الاخر ما سمعت للافكار الجديده قد لا اطبقها ممكن يكون عندي تخوف ما في عندي بادجت ما في عندي كادر ما في عندي سوق اوكي ما في مجال لدراسه السوق للتقبل قد لا اتقبل الفكره ولكن على الاقل اوكي بدك تسمعها تسمع الـ الـ المح... الـ خلينا نقول التصور الكامل لها تحترم ابداء هذه الافكار ليه؟ لانه الموظف اللي عندك هو اللي ماسك عملياتك الفنيه وبالتالي هو الاقدر والانجع على ابتكار حلول او التحسس لوقوع مشكله وهو الاقدر او الاكثر لصقا مع المشاكل وبالتالي انت لما بتصده او بتتصرف بالجفاء تعمل شغلتين اول شيء الخوف تخلق جو من الخوف والتوتر في المنشأة والشيء الثاني عند وقوع المشكلة مش رح يجي ويقدم لك حل لأنه خلاص هو عرف إيش المصير بتاعه لما بيقدم فكرة من التقانات الأخرى في إدارة الجودة الشاملة اللي هي الإدارة بالنتائج برضو هنا نتذكر الأمراض السبع لديمينج ونتذكر المبادئ الأربعتاش لديمينج اوكي الاداره بالنتائج مش بالارقام اللي 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 مرتبطه بحجم المبيعات نتائج الاداء العمل او قياس العمل بناء على التحسين وبناء على درء المشاكل وعدم تكرارها بيعطي فرصه جيده بانه بده يكون في عندي مثل او بده يكون في عندي أم خلينا نقول ستاندرد او مقياس اقدر اقيس فيه انه هذه النتائج اللي طلعت حققت الي، اوكي، وقت اقل جهد اقل انتاج اكثر شكاوي اقل هلا هدول الاثباتات بستند عليها علشان أقدر أزيد معدلات التحسين وكل ما كان الأفراد في المجموعة أو في المنظمة أو في المنشأة بيعرفوا في نتائج عملهم كل ما كانوا أكثر تحفيزاً على العمل وبيكون عندهم خبرات سابقة بما ينجح وبما لا ينجح وهذا اللي إحنا بنسميه الإدارة بالنتائج إنها تقيس الأداء الدوري والأداء العمل اوكي بنتائج العمل ومش بالاحكام المسبقه للعاملين لعند ويجب ان يتم الاعلان عن هذه النتائج وايجاد شبكه اتصال داخليه فعاله على المستويات كلها حتى يقدر العامل انه يحسن لما نقول احنا ايجاد شبكه اتصال فاعله على المستويات كلها فاحنا بنطلع كالتالي شبكه اتصال فعاله معناته الاداره تتواصل مع كافه العاملين وهذا بنحكي الاتصال من التوب تو داون اوكي والاتصال الفعال من داون تو اب يعني من العاملين بالـ 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 بالادارات الادنى الى السوبرفايزرات الى الاعلى منهم المدير العام. والنوع الثالث من الاتصال الداخلي في المنشاه اللي هو الهوريزونتال اللي هم العاملين فيما بينهم فتمرير او توصيل النتائج في المنشاه وتمريرها ما بين العاملين بيعطي تحفيز للعاملين للتحسين من الادارات الاخرى اللي هي بناء فرق العمل وهنا واحدة من الاشياء الاساسيه اللي انا ساطلبها لما نتكلم بكره عن كيف بدي النظام وحده من الاليات بعد التدريب اللي هي ابني فرق العمل. فرق العمل ثلاثه <applause> وطالع ممكن يكون لحد ثمانيه، ثمانيه اكثر من ثمانيه بصير زي زي فوضى ممكن اني اتجاوز الى 12. ثلاثه ثمانية اعمل فرق عمل هذول آه كل كل واحد في نطاق او مجال العمل معين اوكي بيقدروا يشتغلوا ودن تيم وركينج لحل المشكلات المعقده بيناتهم تبادل الراي فيما بينهم وفي نفس ال... في نفس الوقت ايجاد آم آم روح العمل الجماعي او الفريق الجماعي اوكي حتى اقدر ابني فرق عمل يجب ان يكون لكل فريق عمل قائد يقدر يدمج الفريق برؤى وأهداف واحدة آه القائد بده يكون من قياد من من المزايا بتاعته اللي هي ميزة القيادة كيف أنا أقدر أجانس ما بين أفكار ومعتقدات وثقافات مختلفة في آه أفراد فريقي لأقودهم باتجاه واحد أوكي؟ كيف اقدر أر... أ... الاقي نقاط الالتقاء ما بين الفريق بتاعي لقيادتهم باتجاه فريق واحد. صفات القائد القياده، التعاون، اليقظه، الالتزام، قبول الراي الاخر والقدره على الابتكار والابداع. في عندنا الشركات الكبيره التي تحترم نظم اداره الجوده الشامله وبهمها من يقود أوكي؟ وبهمها أيضا من يجب أن يكون في فرق العمل تخضع هدول العاملين وقياداتهم إلى عدة فحوصات أنا اخترت واحد بس اللي هو فحص له ديسك ديسك تيست أوكي بقيس أربعة دومينز أوكي السيادة بيقيس القدرة على التحفيز الثباتية والانضباط هلا بناء على هذا الفحص بتلاقي انه مثلا القائد ممكن سوري البني ادم اللي فات للفحص قد يكون عنده صفه القياده فبيكون قائد قد يكون صفة عنده صفة التأثير أكثر من صفة السيادة قد تكون عنده صفة السيادة أكثر من صفة التأثير قد يكون عنده صفة الالتزام والانضباط أنا جيبيني وأقول لي امشي واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة بمشي من واحد لعشرة زي ما هو مكتوب دايركت هيك بسموه أنت آه 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 out of, of the book ما بيمشي اكثر من انه شو مكتوب عنده اوكي فمعرفتي بهذه النسب انت دي اوفر اي ولا دي اوفر اس ولا دي اي اوفر اس بيحدد لك نمط الإدارة أو نمط القيادة أو نمط القيادة السادية أو البيروقراطية هذا التست بقدر أنه يحددهم في أونلاين آه, مش comprehensive مش آه, مش شامل لانه اذا انت بدك تاخذ التست شامل وتخضعه فهو مدفوع ولكن في اونلاين ممكن انك تاخذ فكره انت وين اوكي من هذا الديسك هل انت مدير؟ هل انت مشرف؟ هل انت قائد؟ ايش وضعك؟ اوكي وين طبعا الديسك تيست بحدد كتير اشياء. ديسك تيست زي كانه مقياس للشخصيه العمليه او المهنيه. بحدد انه اوكي اذا كانت صفاتك عفوا أنا. اذا كانت صفاتك الانضباطيه هي الاعلى فوين المشاكل اللي بدها تكون عندك او نقاط الضعف انا كمديرك كيف بقدر اتعامل معك او انا كموظف عندك كيف انا بقدر اتعامل معك فهذه بحددها الديسك تيست ال ال التقانة الأخيرة اللي هي تطوير المديرين. إذا المدير مش مآمن، أوكي، ومعندوش ثقافة الجودة للتطبيق، ولا يمكن هذه المنشأة تسقط، بيكون الكل قاعد بزقف بس على الفاضي. إذا إدارتك كانت هي مؤمنة بالكامل بنظم إدارة الجودة الشاملة، فهي اللي حتكون محفزة إلك، وهي الداعم لإلك، وهي اللي حتعطيك الأمب، الإمباورمنت علشان تستمر. إذا إدارتك رافضة، أوكي؟ أو عندها الأسلوب التعنتي السابق النمطي، أوكي؟ اللي هي المستبد اللي أنا لازم أخوف العامل وأنا لازم أنشر جو من الـ الـ من, الـ من الخوف بين العاملين عشان يضلهم شغالين كل واحد بخاف إنه التاني ممكن يأسفنه، فأنا لازم أعمل ب ب ب ب بانضباطية أكثر حتى ما يأسفنوني هذا الجو أوكي يشاع في حال عدم تطوير المديرين لسه في إدارات بتكون بتستند في إداراتها للأسف أنا بقول لكن هذا اللي بنشوفه عرض الواقع بإدارة اسمها إدارة فرق تسد كل ما أنا قدرت أنشر العداوة ما بين العاملين كل ما أنا فرضت السيطرة بتاعتي أكثر أوكي في إدارة الجودة الشاملة هذا الحكي ما بزبط فيجب ان يتم تطوير العاملين حتى يكون او حتى اقدر اني الغي العادات غير الفعاله والعادات غير المثمره اللي موجوده عند هدول المديرين وبالتالي ببطل اخضع الموظفين لتهديد للتهديد أو للخوف أو لخطر الإرهاب الوظيفي أو الزعزعة الوظيفية اللي ممكن يشتغل فيها العامل يتضمن طبعا تطوير المديرين إعداد الإدارة العليا للمؤسسة خطة تدريبية تشمل فصول دراسية وندوات وقوائم وكتب دراسية معدة بعناية اللي أنا بدي أقدمه في التدريب للإدارة يختلف عن اللي بدي أقدمه في التدريب للموظفين الفنيين، يختلف عن اللي بده في التدريب عن ال... ماده التدريب للإرج... لل... في الاشراف وهكذا. كل واحد بده ي... بده ينعمل له برنامج تدريبي بما يليق للمهمه اللي هو بيعملها. فمثلا المديرين بدي اركز انا كيف يصنعوا الاهداف الاستراتيجيه؟ كيف يستطيع قياده العاملين بثقافه الجوده؟ كيف يكون مؤثر؟ أوكي. كيف يخلق من نفسه من نفسه مثل كيف انا بدي ازيد التنافسيه وهكذا خلصنا التقنيه التقنيات اللي ممكن استخدامها في اداره الجوده الشامله الان حندخل في مبادئ اداره الجوده وزي ما وعدتكم مش مش راح اكمل لل ناخد لنا خمسة ستة وبعدين بنبدأ ناخد الأسئلة أول مبدأ في إدارة الجودة الشاملة اللي هي الوعي والثقافة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة وفلسفتها شفتوا أنتوا بالتقنات اللي أنا بدي أعمل فيها إدارة جودة لازم يكون في عندي وعي أوكي فالمبدأ الأولاني عشان انا اقدر احقق اداره الجوده الشامله اللي هي الوعي والثقافه بمفهوم اداره الجوده الشامله تبدا باني انشر الوعي بمفهوم الجوده والاتقان بالعمل بقدر ابدا اذا كنت انا في بيئه من الالتزام والولاء المؤسسي انا بقدر ان اقدم لهم اداره الجوده الشامله كقيمه دينيه أو قيمة أخلاقية أنت ملزم بالتزام فيها زي كيف لما إحنا قلنا في اليوم الأولاني هل الدين يطلب مني إدارة الجود الشاملة وقلنا نعم لأنه في الدين بقولك إذا أنت عملت إعملوا أوكي ولكن سيرى الله ورسوله والمؤمنين عملك أنا هلا بدي أسألك سؤال مباشر لنفرض انك انت بدك تعمل صحن سلطه، شوفوا البساطه كيف، او اقول لك كاسه شاي. اوكي؟ بتفوت على المطبخ بتعملها. تمام؟ لنفرض الضيف اللي عندك فات عندك على المطبخ وانت تعمل كاسه الشاي. كيف طريقه عملها بدها تكون؟ لنفرض الان، اوكي؟ انه رئيسك في العمل او جلاله الملك فات عليك فجاه وبدك تعمل كاسة الشاي أو أقول لك حضر لي كاسة الشاي الآن كيف بدك تعملها؟ تخيل الآن الأداء لأي عمل اللي حيكون شهود عليك الله ورسوله والمؤمنون إذا كيف يجب أن يكون هذا العمل؟ بده يكون الإتقان والإحسان والله جعل الإحسان في كل شيء ثم حديث عن الرسول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فما قال لك اعملوا خلاص لا تعال يا انه بدي اشهد عليك ان بدي انا اشهد عليك وبده يشهد عليك اذا كنت انا ان شاء الله من المؤمنين، بده يشهد عليك الله بده يشهد عليك رسوله ويجب ان تتقن، وبالتالي انت ممكن تدخل اداره الجوده او مفهوم اداره الجوده انه هذا ميزه او خصله اخلاقيه وخصله دينيه الزاميه مش فرض كفاية إذا اثنين عملوها فكفت وإنما هي فرض عين على الجميع عملها تقدر إنك تفهمه أو تجيب بإدارة الجودة من المبادئ الأهداف اللي تكلمنا عنها ممكن إنه نوصل له إنه هي معيار للنجاح معيار للتميز معيار لسماع رأيك معيار للابتكار أوكي؟ معيار إنك أنت بتكون مساهم في النجاح في في هذه المنظومه اوكي وبالتالي بصير عندك تبني قيم ومفاهيم العمل الجماعي وتعزيز الممارسة ممارستها طبعا تعزيز الوعي والثقافه معناته بدك انت التدريب المتواصل وعمليه التدريب اوكي في عندي اهم نقطه في عمليه التدريب اللي هي كيف انشر انا ثقافه الجوده ما بين العاملين او كيف انشر ثقافة العلم اللي بدي أعلمه للعاملين اللي بمصنعي في عنا أكثر من طريقة مبتكرة أو أداة فسرت كيف إحنا ممكن ننقل ثقافة الجودة إلى العاملين من أحسن النماذج اللي تكلمت عن نقل الثقافة أو نقل الثقافة ثقافة الجودة أو تعليم أو الخبرات أحسن نموذج فسر كيف أنقلها مني كشخص إلى العاملين معي ثم العاملين كيف بنقلوها للعاملين الآخرين وهكذا اللي هي نموذج بسموه حلزونية المعرفة اللي هي spiral knowledge spiral knowledge اول واحد وضعها كان هناك او تايكوشي وقالوا انه في انا عندي نوعين من المعرفه طبعا قبل ما ندخل احنا في نوعي المعرفه فليه هي سبايرال؟ بتبدا من نقطه صغيره ثم بطريقه حلزونيه بتبني على هذه النقطه وبتتوسع وبتتراكم وبتصير عندك انت كم من المعلومات مبني فوق بعضه ففي عندك تراكم وتراكم وتوسع السبايرال نوليدج اقيمت على اساس طبعا النموذج نموذج ياباني وانتم قلنا لكم من اليوم الاولاني يعني انه يابان هي من تبنى فكر ثقافه الجوده أه وإدارة الجودة الشاملة صارها تقريبا بينحكى بمفاهيمها من مئة سنة أوكي ف وضع هذا المفهوم بحيث يعني نوعين من المعرفة المعرفة الصحي الصريحة الظاهرة الملموسة اللي تستطيع أنت الحصول عليها مباشرة أوكي مثل مثلاً الكتب، الورق، قواعد البيانات، المواقع الإلكترونية، الرسائل الثقافية المتعددة والمعرفة الضمنية، المعرفة الضمنية اللي هي موجودة في مخك، في فكرك واللي بتكون بفكرك ثم تنعكس على قناعاتك ولما تنعكس على قناعاتك بتبدا تنعكس على سلوكياتك فتحدث ال او في حلزونيه المعرفه احنا بنتحدث على معرفه صريحه ومعرفه ضمنيه معرفة صريحة اللي هي البيانات الواضحة والإحصاءات والقواعد اللي أنا بقدر أنه أوصلها مباشرة والضمنية اللي هي موجود بأفكار الواحد وقناعاته وخبراته الشخصية وتتطور بالتفاعل مع الآخرين يعني هلأ هل نقعد هيك مع بعض كمان كم من يوم إنت بتاخد من خبراتي أنا باخد من خبرات الكونتريبيوترز ال وهكذا فبتتكون عندي المعرفة الضمنية هلأ هل دائما بدنا نتذكر أوكي أنه إدارة الجودة الشاملة تستند على تحسين وتطوير وبالتالي بدك دائما تتذكر إنه يجب أن يكون هناك تجديد وتصحيح للمعارف الموجودة أو التجديد وتصحيح وفي قول جميل لنقيبنا السابق مهندس محمود أبو غنيمة كان دائما يقول وبحب هذا القول جدا وين ما في فرصة أنا بحكي من لا يتجدد يتبدد ومن لا يتقدم يتقادم والنهر إذا ما تحرك أوكي بيركد والماء الراكد شو بده يصير بده في يكون بؤرة لا الوسخ والجراثيم وبده يكون مكرها صحية بينما الماء المتجدد بده يكون فيه دائما فيه صفاء وفيه حركة وفيه روح وفي تجديد أوكي فإحنا من خلال حلزونية الماء المعرفة الهدف بتاعنا أوكي اللي هي تطوير المعرفة الصحيحة والضمنية هذا الكلام بدو يتطرق أو بده يخليني أشتغل على أربع مراحل المرحله الاولى اللي هي مرحله السوشيالايزيشن التنشئه او او المعايشه تشاركا وجه لوجه بينك وبين واحد ومتابعه او ملاحظه اعماله ومحاوله تقليده والممارسه في العمل معه بتخلق نوع من المعرفه وهذه بنسميها احنا السوشاليزيشن. في السوشاليزيشن تنتقل المعرفه الضمنيه من فرد لاخر. لاحظوا الان المعرفه معرفه ضمنيه. اخذت من خبراتي تكونت قناعاتك انت اصبحت عندك قناعات بدات تتغير على سلوكياتك لكن في فكرك هي تكونت اصبحت قناعات. فانتقلت المعرفة الضمنية اللي عندي إلى معرفة ضمنية عندك المرحلة الثانية externalization التجسيد أو التعميم أو في كمان إلها تعريب الإخراج في الـ externalization مرحلة نقل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة الآن أصبحت أنت مقتنع فكرياً بالمبادئ اللي انقالت قدامك وأصبحت تريد تجسيدها على أرض الواقع فأصبحت تعطيها شكل ملموس فأنت نقلت الفكرة الضمنية إلى جسد ملموس صريح لما بصير مجسد أو ما بصير صريح فأنت نقلت من معرفة ضمنية إلى صريحة فأصبحت قابلة للمشاركة اوكي وهون بصير الواحد يلاحظها او يشوفها او يقراها او يرتلها يعيدها اوكي لا داعي لانك انت تشاركني وجه لوجه او تتعايش معي حتى انقل لك ضمن لضمن لا الان اصبحت افعالك صريحه اوكي المرحله الثالثه اللي هي مرحله التركيب والترابط الكومبينيشن في هاي المرحله مرحلة نقل معرفة ظاهرة إلى معرفة ظاهرة. أوكي، أو معرفة صريحة إلى معرفة صريحة. بتصير المعرفة شكل جديد أو توليفة جديدة وهنا بصير في عندي آه بقدر أحط تصنيف، بقدر إني أنشئ مادة تدريبية، بقدر أعمل بوكلت، بقدر أعمل دليل، أوكي؟ آه بدخل عليه اوكي، المعرفة الصريحة اللي أنا اتعلمتها عشان تكون ستاندرد يتبعوها الآخرين. تنتقل الآن لالتذويت من الذات، من كلمة ذات، التذويت اللي هي internalization أو في تعريب آخر الإدخال. بس إحنا منفضل التذويت أو إدراج الذات. شو يعني في الانترالايزيشن الانترنالايزيشن اللي هي المعرفه الظاهره انتقلت الى معرفه ضمنيه اوكي مدموجه بافكارك انت بعقليتك انت صار في عندك اليه انك تدخل او تطور او تغير انت اوكي بحسب الافكار اللي انبنت على الفكر اللي أخدته بلس التصور الذاتي بتاعك فطلع عندك نموذج أوسع من المعرفة هنا بيكون عندك التعلق نوعين لتطوير النماذج العقلية إما عن طريق التعلم بالتطبيق أوكي بتعلم في منشأتي تطبيقا تطبيق حقيقي أو تطبيق بالمحاكاة بتخيل virtual environment وبطبق فيها هدول المراحل الاربعه يقاسوا بالسوشيالايزيشن والاكسترالايزيشن الاكسترنالايزيشن والكومبينيشن والانترنالايزيشن لاحظوا انه سبايرل لانه لما بدها تتوسع عندي الانترنالايزيشن واصبحت فيها تدويت اوكي واصبحت عندي اياها معرفه ضمنيه سانقلها بالتجسيد مع اخر اوكي حاك واعمل له آه نقل معرفه ضمنيه الى ضمنيه بشكل اوسع فبصير سوشياليزيشن بعدين بتتجسد لبرا طبعا من وين هذا الكلام صار؟ او كيف طلعت الفكره معهم؟ اوكي طلعت الفكره معهم بشركه من الشركات اللي كانت بدها تطور من من اقوى الشركات في الـ الـ اليابانيه في انتاج الاجهزه الكهربيه. اوكي فبدهم يطوروا آه عجانه آه اله تعجن الخبز و وتخبزه فكيف الكرايتيريا اللي بدهم يعملوا فيهم هاي العجانه هم ما عرفوا هيك هيك كانت بدايه القصه فاجت خلينا نقول لمعه اللمبه عند احدهم قال انا بعرف في فندق اكس من هذه القريه او من هذه المدينه احسن واحد ممكن يعمل خبز فراح وعاش عند هذا الخباز لما عاش معاه هو بالفعل هو فعليا عمل معايشه اوكي فانتقلت المعرفه الضمنيه عند الخباز لهذا الشخص ثم انتقل هذا الشخص وقال لزملائه لفريق العمل اللي بدهم يشتغلوا نقل لهم الفكره الى عمل صريح الاشخاص هذول الان اوكي صاروا يعملوا كومبينيشن معرفتهم التقنيه والتكنولوجيه مع المعرفة الضمنية اللي أخذوها ومعرفة الخباز الضمنية اللي بعرفها أوكي خلطوا التنين مع بعض فصارت تكنولوجيا قدروا يعملوا ماكنة تتحكم أو أدخلت شوية ديسكات على شوية خطوط على شوية تعريجات قدروا يوصلوا لمرحلة كيف يعملوا خبز لهذا الخبز بهذه الطريقة فأدخلوا عندهم التقنية التكنولوجيا أوكي وهكذا فمن هنا أجت فكرة حلزونية المعرفة حلزونيه المعرفه اذا تم اللي هي استخدامها او تبنيها تعتبر من الالات او من الادوات الرائعه في نشر ثقافه الجوده في المنشاه. طيب على ارض الواقع شو معناته؟ معناته انت يا مدير يجب ان تكون لديك القناعه باداره الجوده الشامله، فاذا تجسد معك العاملين وصاروا حابين يقلدوك لانهم اقتنعوا باللي انت بتعمله فحتصير تنتقل الى معرفه صريحه الان مع خبراتهم ومعرفتهم بالمشاكل بصير ممكن يقترحوا لك حلول فبصير تتكون عندك المعرفه الصريحه الموسعه اللي بدها تنتقل ثم ضمنيا وهكذا ان شاء الله اني اكون اللي اللي حكيته واضح نبدا على مبدا الجوده الاخر بعد الوعي بس بعد اذنكم أوكي. مبدا الجوده الاخر اللي هي التخطيط الاستراتيجي التخطيط الاستراتيجي اول مبدا بدنا نتعلمه اللي هو معناته انت بتشوف قاعد اهدافك على مدى بعيد فانت بدك ترسم لمدى بعيد ثاني إشي بدنا نتعلمه عشان انا اعمل التخطيط الاستراتيجي يجب ان اعلم ما هي العوامل التي تؤثر على المنشأة أو على المنظمة أو على المؤسسة أو على المصنع عندي. هذه العوامل اللي بتأثر على أداء عمليات قد تكون عوامل داخلية وقد تكون عوامل خارجية معرفتي بهذه العوامل التي قد تؤثر على عمل على عملياتي وكفاءتها وضعي او احط بنصب العين عندي اللي هي الكاستمر ساتسفاكشن بقدر ساعتها اخطط استراتيجيا ايش هني الاهداف بتاعتي عندي عده استراتيجيات ممكن انا اسرق منها او خلينا نقول نستعير من فهمي للعوامل الداخليه والخارجيه المؤثره على المنشاه ممكن انا استند عليها او استعيرها عشان اوضع استراتيجي اهدافي الاستراتيجيه اوكي فمثلا ممكن واحدة من الاستراتيجيات اني انا اتبنى عناصر القوة لدي لاصطياد او استغلال فرص او ردء مهددات طبعا العوامل الداخلية والخارجية في عنا عدة تولز تحكي كيف احنا نعملها ونحددها واحد من الادوات اللي هو بيستل والبيستل معناته من الاحرف السته اوكي البوليتيكال ايشوز الايكونوميكال ايشوز البوليتيكال اللي هي العوامل السياسيه العوامل الاقتصاديه بيستل سوشيال ايشوز العوامل المجتمعيه والمتعلقه بالمجتمع آه تكنولوجيكال issues أو factors العوامل المتعلقة بالتكنولوجيا والتحديث فيها legal issues أو factors اللي هي العوامل المتعلقة بالقوانين والأنظمة والتشريعات وفاينلي environment أو environmental factors اللي هي العوامل المتأثرة على البيئة وهنا بناخذ الامباكت على البيئة هلا فهمي لهذه العوامل طبعا في بورتر كمان حط نموذج لمعرفه تحليل هذه العوامل اللي هي اعرف قوه المنتج بتاعك اعرف قوه المنافس اعرف قوه نفوذ الناس اللي معهم فلوس قوه او القوه اللي ممكن يضعها المشتري ويحددها المشتري مرات انت بتلتزم بالقوة الشرائية بتاعت المشتري تضطر أنت تغير نمطية البرايس بتاعك بناء على هذا الفاكتور ممكن كمان واحدة من المبادئ اللي وضعت اللي هي السبستيوشن اللي هي خطر استبدالك ألاقي غيرك أوكي فممكن انك تدرس هذه العوامل عندك عده تولز، واحد كمان من التولز الجميله اللي هي انت تستطيع انك تحلل العوامل الداخليه والخارجيه عبر السوات اناليسيز اللي هي تحليل نقاط الضعف والقوه والمهددات والفرص بحيث انك انت تطلع باستراتيجيات تقلل تخفف من الضعف تقلل من من تاثير المهددات تستغل الفرص تستند الى العوامل القوه لديك بتعزيز هذه الفرص او بتقليل المخاطر وهكذا التخطيط الاستراتيجي اذا بدك تفهم كيف تقدر انت تستنبط اهدافك على المدى البعيد النقطة الثالثة اللي تتاخذ بعين الاعتبار غير انك انت بدك تشوفها على المدى البعيد غير كيف اختيار الاهداف بناء على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في ادائك ومنشأتك واللي بتأثر على الكستمر ساتسفاكشن النقطة الثالثة عند وضع هذه الاهداف يجب ان تحط او ان تضع تارجت التارجت هذا اللي حيقيس ادائك اذا انت ما اوضعت علامه يعني انا لو انا بدي اعمل امتحان لو المتقدم للامتحان مش فاهم انه ال50 تحت ال50 برصب وبال90 حيكون امتياز اوكي ما بقدر بيقدم الامتحان حيالله، اوكي ممكن يعتقد اذا جاوب جواب بنجح تمام فوضوء وضع التارجت بيحدد لك كفاءه العمليه الان لاحظوا انه احنا قلنا في النقطه الاولى اللي هي الزمن او الوقت انك انت بدك تكون على المدى البعيد ما بصير انا استنى لا يخلص المدى البعيد بتاعي عشان اكتشف ان انا كنت ماشي باستراتيجيه خطا وبالتالي توضع هدفك الاستراتيجي ثم تحول هذا الهدف الاستراتيجي الى اهداف قصيره المدى بنسميها مبادرات بجائز الملك عبد الله مثلا بحبوا يستعملوا كلمه مبادرات ممكن استعمل كلمة مثلا الأهداف التشغيلية أوكي أو التاسك أنت عندك ال سوري الأكتيفيتي ممكن تحولهم إلى تاسكات أصغر أوكي وعند كل تاسك أو هدف تشغيلي أو مبادرة مرة ثانية لازم يكون في عندك تارجت علشان تقيس الأداء بتاعك اشتغلت ولا تمام طبعا وضع الأهداف الاستراتيجية بتاعتك بدها تستند على الدراسات السابقة على البراهين العلمية على الخبرات اللي بتكون متكونة على قصص ونجاح بعض الشركات الأخرى هدول كلهم يوضعوا بعين الاعتبار عند وضعك للأهداف ورسم خطة لها دائما وابدا عند رسم اي خطه هدف يجب ان تكون محددا بوقت ويجب ان تكون محدد المسؤوليات ويجب ان يكون عندك اليه للمونيتورنج اللي هي تشيك او ترصد مدى تطبيقك لهذا الهدف في فترات محدده. من مبادئ الاداره الشامله اللي هي التركيز على الزبون او الكاستمر فوكس. نحن قلنا مبارح إنه جوران قسم الزبائن لنوعين، داخليين وخارجيين. فسواء كان لزبونك المشتغل عندك من العاملين أو زبونك اللي هو متلقي الخدمة من برا، هدول هم محور أساسي للجودة، ومع ومعيار لنجاح أي مؤسسة. وبالتالي يجب انك انت تحقق رضا الزبائن وتضمن الولاء بتاعهم كيف بدي اعرف انا انه زبوني راضي ولا لا اذا انا ما وفرت له الخدمه اللي بده اياها الان كيف بدي اوفر له الخدمه اللي انا بدي اياها اذا انا ما بعرف ايش المتطلبات بتاعه مش عامل دراساتي عشان انا اشوف توقعاته المستقبليه او توجهاته وللعلم الادارات الناجحه في مثلا في خلينا نقول في الغذاء انا ما بعرف يمكن الموجودين مش كلهم غذاء وبالتالي بحاول انه اخذ اكثر من قطاع لكن لو اجينا للغذاء الادارات الناجحه في المصانع الغذائيه بيتوقعوا ال او بيعملوا توقع مستقبلي لماذا يريد الـ 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 المستهلك ممكن كمان اوكي، يكون عندهم تصميم لمنتجات، اوكي؟ وبدهم يوجهوا قناعة المستهلك إلها فبيعملوا آلية ترويج معينة بحيث إنه يخلوا أو يغيروا نمطية تفكير المستهلك أو البريفرنس التفضيلية لدى هدول المستهلكين لاتجاه آخر، اوكي؟ يعني مثلاً اللي بده يشرب المورينجا مش ذاكي اوكي لكن لما انا اجي انا قبل ما انا انتج وافشل وما حدا يحبها وانا اقول يركز على نكهات معينه هو مش حيتحسسها الا اذا انا نبهته لها اخليه يركز على اللون بالاضافه للفائده اوكي ممكن هون يصير متشوق او يكون هو من الراغبين لشراء المورينجا وهو لسه ما بيعرفها. اوكي؟ وبالتالي انا ممكن اعمل دايركشن لتفضيلات المستهلك باليات ذكيه. اني هذا كله تحت التركيز على الزبون اعرف المتطلبات بتاعته، التوقعات المستقبليه كيف استطيع توجيهه الى النماذج الجديده اللي انا بطورها. واقوم بتلبيتها ثم الاقي اليه لقياس اداء رضا الزبائن. في جزئيه اللي حننهي فيها احنا دورتنا حيكون اللي هي ادوات القياس اللي ممكن تستخدم عشان اقيس اداء العمليات بتاعتي ناجح ولا لا. فهذه واحدة برضو من اللي أدخلت لكم إياها بالدورة عشان ناخد قدر الإمكان كل المفاهيم من ناحية نظري ومن ناحية عملي كيف إنه نقدر نخليها قبل كبل. أو قابلة للتطبيق العمل بإدارة الجودة الشاملة بيبدأ التركيز على الزباين وبينتهي بأنه أنا أشبعت رضاهم وبالتالي لما نيجي إحنا نتطلع على البروسيس ماب أوكي خارطة العمليات تبدأ خارطة العمليات ماذا يريد الزبون وبتنتهي خارطة العمليات تكون راضية أوكي فأنا ببدأ بماذا يريد متطلبات الزبون ثم أنتهي بأنه هو راضي أو مش راضي دعم الإدارة أيضا واحد من مبادئ الجودة الشاملة واللي هي الليدرشاب وقبل شوي قلنا إنه واحدة من التقنات اللي هي الليدرشاب أوكي إذا ما كانت إدارتي واعية للعمل فلا تستطيع نقل معرفتها وهذا الوعي وهذا الشغف وهذه الرغبه الى العاملين فيجب اول شيء ان يكون الاداره واعيه ومثقفه وعارفه ايش يعني اداره جوده ثانيًا طبعا لما تعرف الاداره هذا الكلام راح توفر الموارد راح تعمل عمليه التدريب للعاملين راح تعطيهم او راح تزودهم بالبيئه الامنه اللي بيقدروا انهم يشتغلوا فيها العاملين ويقدروا ياخذوا القرارات المناسبة ضمن المشاركات الإيجابية اللي جاي منهم ويحفزوهم وبالتالي بصير في عندي تطوير لأساليب التدريب أو التعليم أو العمل أو المهنية إلى آخره هلأ هذا الحكي بزيد ثقة العاملين مع بعض بقيم عنصر الخوف أو الإرهاب الوظيفي بتطور العمليه الانتاجيه او عمليه تقديم الخدمه كيف بده يكون هذا الكلام يجب ان يكون اولا ثقافه الاداره وهذه حكينا غطيناها باول جزئيه ثانيا اللي هي وجود الاتصالات الفاعله وتدعيمها واتفقنا انه الاتصالات الداخليه بتيجي from a to b اذا افترضنا a توب ودي b دا وfrom b to a اذا افترضنا انه b اذا افترضنا انه b هو الداون كيف بده يحكي مع الفوق وfrom b to c اللي هي horizontal اوكي او العاملين فيما بينهم اوكي مشاركه العاملين اللي هو engagement of people، العاملين في المنشأه كيف يتشاركون او كيف يشاركون في صنع متطلبات اداره الجوده الشامله. اذا كانت الاداره واعيه وعشان هيك نبدأ دائما في الليدرشيب اوكي تستطيع انها تخلق البيئه الملائمه بحيث كان involve the people in work كيف؟ اولاً التدريب الملائم والمناسب لهم. ثانياً اعطائهم الصلاحيات للعمل. العاملين الاكثر التصاقا ودراية بمشاكل العمل. وبالتالي اكثر واحد حيجيب لك المشكلة من اخرها اللي هو العامل اللي موجود في هذا الخط. اوكي؟ هو الاقدر الاقدر على ابتكار الحل. وبالتالي إدارة الجودة الشاملة يجب ان تستمع لاقتراحات العاملين. لازم تشوف الاراء الايجابيه ما بتلزمك انك تاخذها ولكن استمع هذا بعزز الروح المعنويه بعزز الرضا الوظيفي بقيم عنصر الخوف اوكي بقيم عنصر الارهاب اوكي يستطيع العامل ابداء المشاركه في تقديم سلع وخدمات جودتها شامله وتكلفتها اقل وبالتالي بيكون عنصر مساعد معك في العمليه الانتاجيه انه يقلل لك الهدر جهله وعدم فهمه راح يكون في عندي هدر وقت طويل غلط متكرر رويك كتير راجع أعلى وهكذا في عندي أيضا من مبادئ الجودة الشاملة اللي هي نمو اعتماد البروسيس أبروتش اعتماد نموذج العملية أساسا للعمل إيش يعني البروسيس أبروتش أو منهج العمليات منهج العمليات يقوم على فصفصة عملية الإنتاج أو الخدمة الكبيرة الأساس يعني مثلا أنا شركة بقدم خدمة الطعام في المناسبات الأعراس والعزيات وإلى الشغل بتاعي او العمليه الاساسيه بتاعتي اللي هي نقل طبخ طبخ الطعام ونقله من عندي الى الجهه اللي بدها تتلقى الخدمه، هي العمليه الاساسيه. الان هذه العمليه يجب فصفصتها الى عمليات اصغر فاصغر فاصغر وكل عمليه بدي احدد ايش المدخلات بتاعتها وايش مخرجات العمليه وقد تكون مخرجات عمليه ما هي مدخلات عمليه اخرى. اوكي؟ يعني مثلا في المثال اللي قبل شوي قلناه عندي وحده من العمليات استقبال اللحم والخضار والى اخره. فاستقبال المواد الاوليه. هلا المدخلات في هاي العمليه اوكي اللي هي طلبات الشراء والعروض اللي انا بكون استجلبها عشان اشوف اسعار الناس اللي بدي اشتري منهم. مخرج العمليه اللي هي استلام المواد اللي انا اشتريتها. تمام؟ فإذا الآن هلا المواد اللي أنا اشتريتها الآن مخرج عملية شراء. تمام؟ هلا مخرجات عملية الشراء بدها تروح على المستودع. فصارت الآن الأو... المواد اللي أنا استلمتها أصبحت مدخل المستودع أوكي وهكذا. ممكن تكون المخرج بتاعي مدخل إنتاجي. الإنتاج لما طلع لي منتج نهائي بده يكون مدخل مستودع مرة تانية البضاعة لما أبيعها بصير مخرج من المستودع أوكي فهذه كليتها العمليات بفصفصها إلى عمليات أصغر بحيث أحدد في هذه العمليات أولا كيف تتداخل العمليات معا ثانيا طبعا يجوز بالتداخل أنه يكون السهم داخل راجع داخل أوكي يعني مثلا المستودعات تأخذ من من المشتريات اوكي فالمشتريات بتفوت عليها المستودعات اوكي بترجع تطلب من المشتريات فوضع طبيعي اني ادخ الاقي انا السهم داخل طالع اولا بحدد الارتباطات ما بين العمليات ثانيا بعرف مدخلات كل عمليه ومخرجات كل عمليه او خلينا نقول صب بروسس ثالثا بقدر احدد اليات التحكم على هذه العمليه رابعا بقدر اعرف الريسورسز الموجودات في هاي العمليه خامسا بقدر اعرف كيف اراقب او اضبط الاداء للعمليه سادسا بقدر اتخيل او اتنبا او اتوقع ايش المخاطر اللي بدها تكون من هذه العمليه اوكي وبالتالي انا زي كأني جبت عدسه وشفت كبرت كل عمليه صغيره في المنشاه وشفتها بمنظور بمنظوم اوسع. طبعا آليات او محور التحكم في العمليات بيضمن آليات الأداء ووسائله التنفيذيه مثلا مهمه التفتيش او الرقابه على الأدوات او معايرتها او وجود خبرات as a supervisor وإلى اخره. وممكن يتضمن انه مقاييس تحكم في نجاح العمليه زي مثلا احط الارمنج سيستم او لوج ثيرموميتر الى اخره هذا النموذج بوضح لي الألمنت على سنجل بروسيس لو اجينا للمثال اللي قبل شوي اللي هي انا خدمه توصيل اكل للمناسبات لو افصلها او افصفصها بكون في عندي قسم استلام وفي عندي ومشتري قسم مشتريات وفي عندي قسم مبيع وفي عندي قسم المطبخ الانتاجي وفي عندي مستودعات وفي عندي اتش ار وفي عندي المحاسبه وفي عندي الاداره هلا هدول كليتهم بضمن المنظومه ما وما عندي صحيح النقل والتوزيع فهلا كل وحده من هاي العمليات بتعامل معها على حده وقد اضطر الي كل عمليه افصصها مثلا لو اجينا للمطبخ الانتاجي كعمليه اللي هي عمليه الطبخ المطبخ الانتاجي هذا نفسه بقدر اقسمه لعده عمليات اوكي عمليات الطبخ عمليات ما قبل الطبخ عمليات التوضيب ممكن اقسم على الكاتيجوريز اللي هي قسم السلطات هنا انا بتحدث قاعدة على التبريد بجيب سيره سخونه اوكي وممكن الا اذا في عندي انا بعض السلطات اللي بتكون فيها سلك او طبخ او الآخرة هذا something else بس اسمه قسم سلطات قسم المين كورس قسم الحساء او الشوربه قسم المشاريب قسم السندويشات اوكي هلا هون لما افصفص في هاي الطريقه بقدر اعرف ايش مدخلاتي مخرجاتي ايش ادوات التحكم اللي انا ممكن استخدمها ممكن ادوات التحكم اللي استخدمها في المطبخ انتاجي امسك الميزان الحراره ادخله بالبرجر واشوفه 75 ل 15 ثانيه ولا لا مش نفس اداه القياس اللي بدي فيها نجاح التدريب ولا لا اتدرب اكس مش هحط له ميزان حراره عشان اشوف تدريبه صح ولا لا ولكن هعطيه مثلا امتحان تقييمي راح اعمل سؤال وجواب راح اشوف اداؤه في العمل وهكذا فمعرفتي لكل بروسيس ايش العمليات او اللي بتدخل عليها تخرج منها واليات التحكم بحدد لي اني اتحكم فيها اكثر هذا السكيم بيكبين مثلا الانبوت بدها تطلع وذين ذا اكتيفيتي تو اوتبوت الاكتيفيتي برسم الستارت بوينت تاعتها والاند عشان اقدر اعرف في اذا صار تاخير او صار فشل ما في احدى العمليات وين اوكي الانبوت ايش هي المدخلات اللي بدها تفوت على العمليه من الريسورسز اوكي وممكن ممكن تكون كمان معلومات اوكي الطلبيه الاوتبوت اللي هي المنتج النهائي او الخدمه اللي بدها تتقدم لازم يكون في عندي كنترول ميجرز اوكي او كنترول تشيك تمام الريسورس السورسز اوف انبوت يجب ان يكون محددات والريسيفر اوف ذا لازم يكون محددات الريسيفر للاوتبوت برضه بدهم بدي بدي اعمل عليهم دراسه لانها بدها تنهيني بالكاستمر ساتسفاكشن اوكي طبعا هذا برسمه كخريطه ثم بعبر عنه بجدول كثير يعني لو اجيت على ارض الواقع كيف بقدر اطبقه في المصنع بكون عندي جدول كبير فيه كل العمليات ثم الاوتبوت الانبوت الاوتبوت ريسورسز، نقاط التحكم التارجت uh, اوكي okay, uh, للاداء او uh, او كفاءه الاداء كيف اقيسها ثم المخاطر ممكن تكون متوقعه و, uh, ودوريه المراجعه على العمليه بتمشي ولا ما بتمشي من مبادئ من مبادئ إدارة الجودة الشاملة اللي هي الإدارة بالحقائق الإدارة بالحقائق اللي هي Evidence Based Decision Making كيف أستطيع أن أتخذ القرارات مش عشان هيك ولا عشان أنا مزاجي بقولي أو إحساسي القلبي نو no. بده يكون مبني على خلفية من المعلومات والحقائق والدراسات والتخطيط ممكن الجا الى الذكاء التنبؤي او الصناعي ممكن الجا لقصص النجاح والفشل في الشركات السابقه او انا قصصي ونجاحي في في اخطائي في هذه المؤسسه اوكي او نجاحاتي في هذه المؤسسه ممكن تستند على خبره العاملين اوكي من مبادئ الإدارة الجوده الشامله اللي هو الكونتينيوال امبروفمنت سر النجاح في اي منافسه شو ما كانت اللي هي السعي للتحسين في المستمر والتدريجي اليابان قالوا عنها كايزن اللي هي انا في كل مره أحسن وما بدي الهيوج اوكي لكن في كل مره بدي انا في دائما في عندي تحسينات ضئيله ولكن موجوده اوكي آه في آه قول لأحد الصالحين دائما بضلني أني أحكيه في كل مرة أوصل فيها لتحسين المستمر وعادة ببدأ فيها المحاضرات بتاعة الجودة أو الدورات بتاعة الجودة عند الحديث عن التحسين المستمر الإنسان إما في زيادة وإما في نقصان فمن تساوى يوماه بات مغبونا انت يا انه عم تتقدم الى الامام يا انك انت عم تتراجع الى الخلف لكن انه التنين يتساوى ما بزبط يومك زي امبارح هذا ما بزبط في شيء مشكوك في شيء غلط مش مزبوط ومن بات يومه شر من امسه بات ملعونا اذا كان اليوم اللي انا فيه الان أسوأ من الامس فانا خرجت من رحمه الله وفكروا الآن بهذا القول كثيرا رسالة ضمنية ومباشرة إلى التحسين المستمر وقلت لكم قبل شوي قول النقيب بتاعنا اللي هو من لا يتجدد من لا يتقدم يتقادم ومن لا يتجدد يتبدد وبالتالي التحسين المستمر واحد من مبادئ إدارة الجودة الشاملة اللي إلزاماً يجب القيام فيها وإذا لم يثبت المنشأة التحسين المستمر لا بتقدر تدخل بجوائز زي جائزة الملك عبد الله ولا ملكة زي في أمريكا ولا جائزة التميز الأوروبي أو جائزة التميز الكندي جائزة دبي الآن ل... 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 اللي عم تشتغل حاليا وهكذا تحسين مستمر إذا نجاح سر نجاح المنافسة في السعي لتحسين المستمر والتدريجي من خلال أداء الأشياء الصغيرة بطريقه افضل واقامه وتحقيق مستويات اعلى للاداء كيف هذا بده يتم يجب ان تكون هناك مشاركه للبيبل ويجب ان يكون هناك اداره اوكي في اداره قياديه او يجب ان يكون هناك قاده او يجب ان تتصف الاداره بالقياده بلس involvement اوف بيبل وبالتالي نعرف ايش في عنا فرص للتحسين ايش الطرق الامثل للاختيار كيف انه احنا اه نتعامل مع مقترحات التغيير بتجينا دراسه الامباكت بتاع التغيير اوكي محاوله اه الاخذ بعين الاعتبار ال ما ما فعله الاخرين في حال اني انا ما بدي اعيد اختراع العجله وهكذا هذا هو التحسين المستمر لما نيجي على لقدام على التطبيق بنشوف احنا الآليات اللي بدنا نمشي فيها في تحسين مستمر ودائما أي عملية بلا استثناء يجب أن تبدأ بالتخطيط وأي تخطيط بده الالوكيشن للريسورسز والريسبونسابيلتيز ولا تنسوا الوقت أخيرا وبدي أوقف عندها عشان أخذ إجاباتكم ولا في عندنا مبادئ بدي أكمل ل 14 بس بلاش أفتح هلا واحد جديد وناخذ وقت أطول اللي هي استخدام اداره النظم مثل مثلا نظام اداره الجوده 9000 واحد، اذا كنت انا بشتغل بغايات البيئه فاستخدام نظم ألف واحد، اذا انا كنت بشتغل في منشات غذائيه ممكن استخدم 22000 وهكذا اف اف اس وهكذا. اداره مجموعه من العمليات اللي بتصير في المؤسسه كمنظومه متكامله لتحقيق أهداف محددة ولتطوير أداء المنشأة وزيادة كفائتها فيما يخص الهدف المطلوب إذا أنا بيئة معناته أنا بشتغل للبيئة غذاء حشتغل للغذاء وهكذا نتوقف هنا وناخد الأسئلة أعتقد أني أنا زي ما وعدتكم أنه أنهي علشان ناخد الأسئلة وما يصير زي امبارح. ألا